عمر قتال الدومي هاي الجبهة الشعبية شقدمت وهم شقدموا. نريد أن وفاء للشهيد شكري بالعيد الرفيق زياد الأخضر يكرم الرفيق زياد الطاهري الذي عاش لحظة اغتيال الشهيد الرمز شكري بالعيد. زياد الطاهري الذي قال عليه عنه الإعلام ذات يوم أنه سائق شكري بالعيد. زياد هو رفيق شكري بالعيد ورفيقنا ورفيقنا مش من أمس، منذ عقود من الزمن. ولذلك نعرف الألم اللي عاشوا لحظة إطلاق الرصاص على رفيقه العزيز الشهيد شكري بالعيد، ونعرف ما يعانيه زياد إلى اليوم كما نعانيه معها احنا. ولذلك بقدر ما يظل شكري حيا في قلوبنا، يظل زياد أيضا رفيقا عزيزا علينا، نحسوه ونحسوا الألم بتاعه ونحن معه.